نشاطات ثقافية فنية ترافقت بالذكرى الخمسين لتأسيس وزارة السياحة السورية في مدينة حلب بعروض قدمها أهم الموسيقيين على مدرج قلعتها بالتعاون بين السياحة ووزارة الثقافة السورية لما لهما من أهمية في التنسيق والتشاركية الثقافية والفنية والفكرية. هذا التعاون هو ضمن سياسة الدولة، ضمن الإطار العام لسياسة الدولة في تكامل كل الجهات لتقديم الأفضل، لتكامل كل الموارد وتقديم الأفضل. انظروا إلى هذا الحشد الجميل، وهذا يأتي ضمن هذا الإطار. إذن هذا فعلا ضمن كل أهداف وزارة الثقافة، أولا في حماية وصون تراثنا المادي واللامادي. المادي لأن القلعة هي هذا التراث، والإضاءة عليها ودعوة الناس لحضور فعاليات فيها هي بحد ذاته تمكين لهوية المواطن في وطنه. مر 50 سنة على تأسيس وزارة السياحة بسوريا، فهذا شرف كبير اللي إنه أنا عم بغني على هذا الصرح، صرح قلعة حلب. الفعاليات ضمت حفلات فنية متعددة وتضمنت فيلما تعريفيا بالسياحة في سوريا يحكي عن أهم المعالم الأثرية في سوريا تزامنا مع نشاطات يوم السياحة العالمي. نحن اليوم محتفلين بيوم السياحة العالمي، وصادف معه هو تأسيس وزارة السياحة 50 عام هذا السنة. هلأ حلب كانت هي المركزية لاحتضان هيك فعالية، وبصراحة اختار موقع مدرج قلعة حلب يكون موقع لهيك فعالية. كان هو كتير قرار صائب من وزارة السياحة ووزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة حلب. هلأ اليوم الأول كانت الفرقة السيمفونية الوطنية، واليوم الثاني كان الأستاذ طاهر ماملي بمشاركة عدد من الفنانين السوريين، واليوم هو يوم الختام اليوم الثالث للفنان حمام خيري بمشاركة الفرقة الوطنية السورية العربية. والله هلأ نحن جايين على حفلة حمام خيري، تنظيم رائع، جو رائع، جمهور رائع مثل ما عم نشوف، وشكله الأجواء بدها تكون بتجنن. وكان الأجواء كثير رائعة والحضور كثير جميل وراقي، ومشكر نحن وزارة الثقافة ووزارة السياحة اللي عملت هاي الفعالية الكثير حلوة، وكان حضورها كثير مميز. عودة الفعاليات بأنواعها لمدينة حلب وقلعتها تعطي دفعا للحياة الثقافية وتحفيز على مواصلة الأصالة السورية بكل عراقتها.